السلام عليكم حناناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كرح بكم من جديد على قناة إبداعاتنا هذه النواعم لزينوشيت، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. كنشكركم الزلات ديالي على كل تعليقاتكم الأكثر من رائعة، وعلى دعواتكم ليا والوالدة ديالي بالرحمة، الله يخطيكم يا الزلات ديالي آمين، ولو كنا بالمثل. فاليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا وصفة فنة والتوب ديال التوب، يعني واحد الحاجة اللي غادي تعجبكم. وكذلك البنات اللي ما جاوبتهمش في التعليقات، سمحوا لي الغزالات ديالي، لان كيكون عندي بزاف ديال التعليقات، راني كنجاوب على القدر اللي كنقدر عليها الغزالات ديالي. اللي ما جاوبتش عليها اكيد كلشي عندي ليه الحل، كلكم غتبقاو ليا الا على خاطركم يا الغزالات ديالي. مرحبا بكم على قناتنا حموموشة تي في، كتبوا حموموشة تي في بالاحرف الفرنسيه، راكم غادي تلقاوها. كنعمل فيها بث معكم الغزالات ديالي كل ليله، وكنجاوبكم على كل تعليقاتكم وكل تساؤلاتكم، حتى على مثلا عطيتوني شي حاجه واخا ما تكونش في الوصفه، حتى مثلا الا جيتو تشاوروا هكا مع بعضنا في الامور الحياتيه، في اي حاجه، راه البنات كذلك اللي معايا كيجاوبكم يا الغزالات ديالي. فاليوم غادي تشوفوا معايا وصفه زوينه بزاف خاصه بالتجاعيد، البنات اللي يلاه يبداو فيهم التجاعيد خصوصا في الصيف، عفا الغزالات ديالي ديوها ليا في البشره ديالكم. والبنات اللي كنقول لها راه مازال ما فيكش التجاعيد، ما خصكيش دير الوصفه ديال التجاعيد، لا لا يا الحبيبه ديالي، انا اموت في ان اطلس، ضروري يا الحبيبه انني ندير الوصفات باش نحافظ على الوجه ديالي. طبعا كيكون عندي التجاعيد، مثلا هنا عندي انا واحد 111 البنات، ملي كنت صغيره وانا عندي هنا واحد 111، كندير هكا هي كتبان لكم، ها هي شفتوها معايا، هذه كندير ليها الوصفات، حيت الا ما كنديرش الوصفات طبعا رفضتها باش نكمل معكم الفيديو. قلت لكم يا الغزالات ديالي، فغادي يعني خاصني ندير مثلا البوتوكس ولا الفيلر ولا شنو كيسميوه لهاد البلاصه هذه، لهذا يا الغزالات ديالي فضروري من الوصفات. وكذلك ما غاديش يبقى عندنا التجاعيد اللي كيكونوا هنا وهذوك اللي كيكونوا هنا، فخليكم معايا باش تشوفوا معايا واحد المكونات اللي سهله جدا ومتوفره، وكتعطيكم في نتيجه من اول استعمال. كنتمنى ما تمروش مرور الكرام على هذه الوصفه. الان غادي نمروا الى المكونات. اول مكون معايا الغزالات ديالي اللي هو ايلان، او ما يسمى بحبوب الدخن، او ما يسمى بالجزائريه لنجبار او الجبار، شي حاجه كيما هكا، ما نعرف البنات كيكتبوها ليا في التعليقات. هاد الايلان هذا انا كنطحنو، يعني واحد الحاجه اللي فنه بزاف للتجاعيد، راني كناخدو وكنطحنو معاكم، وكيبقى عندي على شكل باودر ما طحنصوش. فغادي تاخدي منه واحد شويه وغادي تطحنيه، غنوريك من بعد اش غادي ديري ليه، فهو راه كيجبد البشره وكيحيد منها كل التصبغات، ولا عندك مثلا دوك الخلايا الميته كيحيدهم لك، وكذلك الى عندك المسام مفتوحه راه كيسدهم، يعني واحد الحاجه اللي رائعه رائعه جدا. هذا هو الشكل ديالو، كتبوا يا الغزالات ديالي الجبار او ايلان او حبوب الدخن، راه عطيتكم به كذلك واحد الوصفه ديال الغلظ، يا سلام كتعطي نتيجه من ثالث يوم. وغادي نحتاج كذلك الى الغسول الابيض، الى ما توفرش عندكم الغسول الابيض فغادي تستعملوه. بداتي بعدا نوريه لكم، اين انت؟ ها هو كيكون بحال هكا، حبس لينا التصوير، كيكون بحال هكا الغزالات ديالي الغسول الابيض اللي هو هذا. بالحق الا عندك البشره ديالك جافه ما تستعمليش، غادي تستعملي ليا هذاك الغسول الاخضر، يعني غادي تستعملي الطين الاخضر، هذا الابيض، هذا يسمى بالطين الابيض. وغادي نحتاج الى الحلبه اللي كتكون مطحونه، هي هذه عندي الحلبه، انا طحنتها ووضعتها هنايا، حلبه مطحونه. الحلبة راكم عارفين كتحيد التجاعيد، كتنقي البشرة من الكلف من النمش، يعني واحد الحاجة اللي فنة بزاف وفعلا زوينة. وغنقول لكم الحاجة باش غادي تحيدوا الريحة ديالها البنات، اللي غنقولها تاني الريحة. ثم غادي نحتاجوا سواء الى ماء الورد او هذاك اليوغورت اللي كيكون مسوس، اليوغورت الطبيعي، فغادي ناخذوا ملعقة من كل هاد المكونات اللي شفتوهم معايا، وغادي نخلطوهم سواء بماء الورد او باليوغورت اللي كيكون مسوس، وغادي نخليهم واحد 5 دقائق ثم غادي نوضعوهم على البشره ديالنا لمده 15 دقيقه. وهذه الوصفه هذه بعد ما غادي تحيدوها غسلوا بصابونه القمر، صابونه القمر طريقتها جد بسيطه، غادي تلقاوها عندي على القناه، فقط كتبوا صابونه القمر ابداعات نهى للنواعم، وكذلك الا قدرتوا تصاوبوا هذاك السيروم ديال التجاعيد كذلك غادي تلقاو عندي على القناه.
من بعد ديال الغزالات ديالي غادي تحيدوا الوصفه. باش تحيدوا هذيك الريحه ديال الحلبه عندكم جوج ديال الطرق، وكذلك هذه الوصفه مبيضه اللي غادي نعطيها لكم، راني سبق وعملتها معكم. طبعا ما تشوفوش هذا الكريم، هذا ماشي ضروري انكم تستعملوا هذا الكريم، بامكانكم تستعملوا زيت جوز الهند عليها ملعقه من النشا، ملعقه من زيت جوز الهند وملعقه من النشا، كلشي غادي تخلطوه غادي تحصلوا على هذا الكريم اللي داير بحال هكا، غادي توضعوه على البشره ديالكم فهو رائع جدا. ولا بغيتوا بامكانكم تستعملوا اي نوع من الكريم، ولكن انا كنبغي الحاجه اللي كتكون طبيعيه باش نحافظوا على الكولاجين اللي عندنا في البشره ديالنا. والبنات اللي باقيين صغار وشايفين يعني وجههم واكل الدق، سيروا البنات لا فارماسي خذوا الكولاجين، راه كيتباع كولاجين، قولوا لهم عطوني كولاجين، راه كيعطيوه بلا هذيك بلا وقت تاع الطبيب، ولا راه كيعطيوه زوين بزاف. وهاد الوصفه غادي تستعملوها، بامكانكم تستعملوها بشكل يومي او انكم تستعملوها نهاريه نهار لا، راه كتبيض الوجه وكتجبدو وكتنقي، يعني غترجعي بالله راه بالله راه الزينه ديالي، يعني غترجعي توب ديال توب. اهتموا براسكم، الا ما اهتميتوا براسكم ما كاينش اللي غادي يهتم بكم. وكذلك بالنسبه لهذاك السيروم ديال التجاعيد استعملوه، راه زوين بزاف، ديال البنات استعملوه ما شاء الله بالمئات بالمئات ما شاء الله، الله اكبر، راه استعملوه عطاهم نتائج ولا اروع، باش دائما تكوني فنه وزوينه، لانك الا اهتميتي بالبشره ديالك وقت ما دزتي هكا في المرايه تشوفي وجهك زوين راك غادي تفرحي، كوني على يقين انك غادي تفرحي. كنتمنى يا رب يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، ولا عندكم الغزالات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا انا منكم تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات. واللي ما جاوبتهاش كما قلت لكم ما تقلقش، مرحبا بالغزالات ديالي، راني كنعمل معكم بث كل ليله على قناه نحو مشا تي في، وكنجاوبكم على كل تساؤلاتكم يا الحنانات ديالي. ما تنساونيش باش العوا ديال الخير وترحموا لي على الوالده الله يخطيكم عليا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. من بعد ديال الغزالات ديالي غادي تحيدوا الوصفه. باش تحيدوا هذيك الريحه ديال الحلبه عندكم جوج ديال الطرق، وكذلك هذه الوصفه مبيضه اللي غادي نعطيها لكم، راني سبق وعملتها معكم. طبعا ما تشوفوش هذا الكريم، هذا ماشي ضروري انكم تستعملوا هذا الكريم، بامكانكم تستعملوا زيت جوز الهند عليها ملعقه من النشا، ملعقه من زيت جوز الهند وملعقه من النشا، كلشي غادي تخلطوه غادي تحصلوا على هذا الكريم اللي داير بحال هكا، غادي توضعوه على البشره ديالكم فهو رائع جدا. ولا بغيتوا بامكانكم تستعملوا اي نوع من الكريم، ولكن انا كنبغي الحاجه اللي كتكون طبيعيه باش نحافظوا على الكولاجين اللي عندنا في البشره ديالنا. والبنات اللي باقيين صغار وشايفين يعني وجههم واكل الدق، سيروا البنات لا فارماسي خذوا الكولاجين، راه كيتباع كولاجين، قولوا لهم عطوني كولاجين، راه كيعطيوه بلا هذيك بلا وقت تاع الطبيب، ولا راه كيعطيوه زوين بزاف. وهاد الوصفه غادي تستعملوها، بامكانكم تستعملوها بشكل يومي او انكم تستعملوها نهاريه نهار لا، راه كتبيض الوجه وكتجبدو وكتنقي، يعني غترجعي بالله راه بالله راه الزينه ديالي، يعني غترجعي توب ديال توب. اهتموا براسكم، الا ما اهتميتوا براسكم ما كاينش اللي غادي يهتم بكم. وكذلك بالنسبه لهذاك السيروم ديال التجاعيد استعملوه، راه زوين بزاف، ديال البنات استعملوه ما شاء الله بالمئات بالمئات ما شاء الله، الله اكبر، راه استعملوه عطاهم نتائج ولا اروع، باش دائما تكوني فنه وزوينه، لانك الا اهتميتي بالبشره ديالك وقت ما دزتي هكا في المرايه تشوفي وجهك زوين راكي غادي تفرحي، كوني على يقين انك غادي تفرحي. كنتمنى يا رب يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، ولا عندكم الغزالات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا انا منكم تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات. واللي ما جاوبتهاش كما قلت لكم ما تقلقش، مرحبا بالغزالات ديالي، راني كنعمل معكم بث كل ليله على قناه نحو مشا تي في، وكنجاوبكم على كل تساؤلاتكم يا الحنانات ديالي. ما تنساونيش باش العوا ديال الخير وترحموا لي على الوالده الله يخطيكم عليا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.